23 محطة توقف فيها المجري منذ انطلاقته الكبرى في 12 من شهر يونيو من العام الماضي، وشهدت كل محطة ضيفاً بمذاق خاص. وحرصنا طوال هذه الرحلة على تقديم كل الأطياف وكل النجوم. كان شعارنا هو قناة الأهلي للجميع، فلم تقتصر الأمور على رموز ونجوم الأهلي، بل فتحت الشاشة الحمراء ذراعيها لنجوم من العيار الثقيل مثل مصطفى رياض نجم الشواكيش وعلي أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية والدراويش وشحت الإسكندراني نجم الاتحاد السكندري السابق. وضرب المجري في انطلاقته دعاة التعصب في مقتل ليثبت بالدليل القاطع أنه يحارب التعصب وأنه ضد من يشعلون نار الفتنة بين الكبيرين الأهلي والزمالك. الخطيب نجم مصر ياخد حسن شحاتة نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الأهلي وبيتجه سويا إلى جمهور النادي الزمالك. دي الروح الرياضية اللي احنا عاوزينها تثبت للاعبنا. معانا ضيف هو ضيف عزيز على كل جماهير الكرة المصرية رغم انه زملكاوي وزملكاوي جدا جدا جدا. استضاف المجري نجمين من رموز نادي الزمالك كابتن حلمي طولان الخلوق وكابتن محمود الخواجة المحترم خفيف الظل في حلقتين كان لهما رد فعل كبير في الساحة الرياضية. إلى أخي وصديقي العمر كابتن مصطفى عبده المجري، سعدت وشرفت بأن أكون ضيفا في برنامجك. هذا بخلاف تقارير أخرى مع نجوم الزمالك ومداخلات تليفونية كلها تصب في كأس الروح الرياضية. وإذا كان المجري مع قائده مصطفى عبده بدأ أولى محطاته بضيوف من العيار الثقيل مثل الكابتن حسن حمدي أحد الرؤساء التاريخيين للنادي الأهلي، ثم الشيخ طه إسماعيل الرمز الأهلوي والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، فقد حرص على تواجد عدد غير قليل من نجوم الأهلي السابقين من أجيال مختلفة بكل الألوان ليقدم نماذج يفخر بها كل أهلوي عبر التاريخ، ويقدم في نفس الوقت ما يشبه الأفلام الوثائقية عن حياة النجوم الكروية وقصتهم مع الأهلي وهم يحكونها بأنفسهم ليقدمها إلى مكتبة الأهلي لنجومه التاريخيين. متى ما دخلت حضن النادي الأهلي حظيت بالدفء من كل النواحي. وما زال المجري منطلقا يسابق الزمن ويتصدى لكل ما هو غير مناسب للرياضة والرياضيين، ويدخل في عش الدبابير ويضرب المتعصبين في مقتل. احنا مصر بتتغير، في جمهورية جديدة، احنا بقى لازم نغير من انفسنا شوية، يعني مش ناس تبني وناس تهد. هدفنا تقديم شيء مختلف، نهتم بالماضي ونأخذ منه العبر، ونركز على الحاضر ونظهر إيجابياته ونواجه سلبياته، وننظر إلى المستقبل ونتحدث عن أحلامنا فيه، ونعدكم في العام الجديد بشكل مختلف وجديد وضيوف أكثر في محطات مليئة بالإثارة وكل ما هو متميز. المجري مع مصطفى عبده، وجبة مختلفة على شاشة الأهلي، اوعى تفوتك. على أمل اللقاء بكم إن شاء الرحمن في حلقات أخرى من المجري، ولسه في حاجات تانية جاية مش هتشوفوها غير على قناة النادي الأهلي.